أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله بالدور الرياضي الذي يطلع به الأزهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمه للقضايا الاسلاميه والعربيه. واكد جلالته ان تلك المواقف نابعه من المكانه الرفيعه التي تبواها الازهر الشريف منذ قرون عديده كمناره علميه ودينيه تنشر قيم الاسلام العظيمه في الاعتدال والتسامح والسلام والمحبه. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلاله في قصر الصخير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة ليترأس الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين الذي تستضيفه مملكة البحرين حيث نقل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنيات فخامته إلى جلالة الملك المفدى موفور دور الصحة والسعادة، وإلى مملكة البحرين دوام التقدم والنماء. ورحب جلالة الملك المفدى بفضيلة الإمام الأكبر، وكلف فضيلته بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس المصري، مشيدا جلالته بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين. وما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم في العديد من المجالات لكل ما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين. واكد جلاله الملك المفدى دعم مملكه البحرين للازهر الشريف ورسالته الساميه في ترسيخ مفهوم وثقافه ومبادئ الاسلام الوسطي المنفتح على كافه الديانات والثقافات الاخرى. كما اثنى حفظه الله على المساهمات الفكريه والعلميه لفضيله الامام الاكبر ومؤلفاته القيمه لنشر الصوره الحضاريه الصحيحه والمشرفه للدين الاسلامي الحنيف، ودور فضيلته الايجابي في تعميم لغه الحوار والتحاور بين الاديان، وانتهاجه نهجا معتدلا في جميع حواراته ومشاركاته الاسلاميه والدوليه، ومساعيه الخيره في توحيد صفوف المسلمين ودرء المخاطر عنهم، كما ثمن جلالته المواقف المشرفه لفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب والازهر الشريف تجاه مملكه البحرين والتي هي موضوع التقدير والاعتزاز واستعرض جلاله الملك المفدى مع فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مملكه البحرين والازهر الشريف في كافه المجالات التي تخدم الاسلام والمسلمين في المجالات العلميه والدينيه والتعليميه اضافه الى عدد من القضايا التي تهم العالم الاسلامي والتاكيد على اهميه التنسيق بين كافه الجهات المعنيه في العالمين العربي والاسلامي من اجل نشر الفكر الوسطي وتعزيز التضامن الاسلامي لمواجهه مختلف التحديات من جانبه أشاد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة وبمواقفه المشرفة في دعم قضايا العرب والإسلام والمسلمين معربا عن شكره وتقديره لجلالة الملك على مبادرة جلالته ببناء ثلاثين معهدا أزهريا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والتي تأتي امتدادا لمواقف البحرين الداعمة للأزهر الشريف ورسالته الوسطية ومنهجه القائم على التعايش والتسامح مجددا فضيله الامام الاكبر التاكيد على ان مواقف الازهر الشريف ستظل دائما داعمه ومسانده لمملكه البحرين وشعبها هذا واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصخير مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص لمجلس حكماء المسلمين على أرض مملكة البحرين وفي مستهل اللقاء صافح جلاله الملك المفدى ضيوف المملكه مرحبا بهم في البحرين شاكرا لهم حضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع الخير المبارك بما يعود بالخير والمنفعه على امتنا الاسلاميه وخدمه قضايا الاسلام والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أصحاب السمو والمعالي أيها الفضيلة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب الذي نستهله بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارئ علي محمد مظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يده الله بإلقاء كلمه الله في هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ساده اعضاء المجلس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدنا اللقاء بجمعكم الكريم لمجلسكم الموقر على ارض مملكه البحرين الذي نعتز باهدافه الساميه وقاياته النبيله المعبره عن الضمير اليقظ لعقلاء الامه مشيدين بدوركم وجهودكم المخلصة خدمة للإسلام والمسلمين في وقتٍ تتزايد فيه التحديات، وتتسارع وتيرة الأحداث، لتضع الأمة أمام اختبار حقيقي لصون رصيدها الحضاري. مؤكدين ثقتنا في الأوفياء من ابناء هذه الامه الحريصين على وحدتها ومجددين دعمنا لكل الجهود الراميه الى جمع الكلمه ووحده الصف الحضور الكريم واذ نفخر بانتمائنا لامه الوسطيه ومساندتنا لكل جهد يثري مسيرتها فاننا نعتز بدور المؤسسات الشامخة في رعاية النهج الوسطي الأصيل، ونشيد بالدور الرائد للأزهر الشريف ورجاله في ساحة الفكر الإسلامي الداعي للاعتدال. مثمنين لفضيلة الإمام الأكبر دوره الكبير في هذه المسيرة ومعبرين عن بالغ سرورنا بهذه الزيارة الكريمة كما يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة للعراق عن شكرنا العميق للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا تقديرا لما قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله من جهود عظيمه في خدمه حجاج بيت الله الحرام تمثلت في حسن تنظيم مواسم الحج عبر عقود طويله اثبتت للعالم اجمع قدرتها الراسخه على القيام بهذه الامانه العظمى خير قيام. سائلين الله تعالى ان يوفقنا جميعا لخير امتنا وامن ورخاء شعوبها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكلمه الان لفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية هذه الكلمة المتواضعة يسعدني ان اتقدم باسمي وباسم الازهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين باسمى واجل ايات الشكر والعرفان بالجميل لما تفضلتم به جلاله الملك من قبول استضافتنا في رحابكم الكريم وبلدكم المحفوف بحفظ الله ورعايته واستضافه هذا المجلس الذي ابدى رغبه واملا في ان يعقد جلسته الثامنه في هذا البلد الذي يتمتع بتاريخ حضاري عريق اذ كان منذ الاف السنين مركزا لالتقاء الثقافات وحوار الحضارات وبما ميزه الله به من موقع جغرافي فريد وشعب اكسبه امتزاج الثقافات خبره واسعه وضربه على التوحد والتجمع والاعتلاء فوق الاختلافات والفروق المذهبيه والدينيه والعرقيه وهي ميزه يتميز بها هذا البلد الطيب من بين سائر البلدان والامصار في شرق البلاد وغربها ونرى دائما والحمد لله ان اهل البحرين تسري في دمائهم هذه الروح التي تجمع بين الاصاله والمعاصره المنضبطه بهدي الدين وحكمه الشرق حتى باتت تستعصي على التنكر لتاريخه وميراثه العريق واصبح هذا الشعب لا يتعامل الا بالمبادئ والقيم الثابته التي لا تعرف المقايضات ولا نزوات العرق والعصبيه في الوقت الذي لا يرى كثيرون باسا من ممارسه اللعب على وتر الطائفيه واستغلال العاطفه الدينيه في الهيمنه والتسلط ولم يتورعوا في انتهاج العنف طريقا لتحقيق هذه المارب التي لا تقرها اخوه الدين ولا العيش المشترك وكان الظن جلاله الملك ان تعصم هذه الروابط المتينه هذا الثغر من ثغور العروبه والاسلام من الاهتزازات المفتعله والاضطرابات المصطنعه التي لا يفيد منها الا اعداء العرب والمسلمين ولا تخدم الا مخططات الانظمه المتربصه شرا بالمنطقه واهلها نعم كان الظن كذلك لولا ان فريقا من اعيان الناس رضوا بان يركنوا الى منطق المصلحه غير المشروعه وغير المعتبره وضربوا صفحا عن منطق الدين والواجب والضمير وارجو جلاله الملك الا يفهم تشجيعي وتشجيع مجلس حكماء المسلمين لجلالتكم على انه مدح او اطراء لا يليق باهل العلم والمنتسبين اليه فيعلم الله انني ما الى هذا قصد لانني اعي جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب ولكن اعي ايضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان ننقص من اقدار الناس وامره صلى الله عليه وسلم بان ننزل الناس منازلهم في قوله الشريف انزلوا الناس منازلهم وفي قوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلمنا هذا الأدب فإنه يعلمنا في الوقت نفسه أدب القرآن وذلك في قوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين من هذا المنطلق القرآني والنبوي أجدني لا أتردد في أن أحياكم جلالة الملك وأشد على يديكم في سياستكم الحكيمة التي ترعى حقوق المواطنه وتحقن دماء الناس وتحفظ وحده الصف وتوفر الامن والسلام لشعبك ووطنك فسر على بركه الله واثبت على النهج الذي اخترته بعد ان هداك الله اليه وهو نهج التاخي والاصلاح والعيش المشترك فهو الطريق الذي لا طريق غيره في هذا المنعطف الذي تمر به منطقتنا العربية وشرقنا الاسلامي. هذا وإن مجلس حكماء المسلمين الذي يعقد دورته الثامنة في المنامة ليشاركني هذه الرؤى التي عرضت طرفا منها ويقلقه ما يقلق كل مخلص كل مخلص من أبناء هذه الأمة مما ألم ببلاد العروبة في السنوات الأخيرة. من اصرار اعدائها على تمزيق هذه المنطقه وتفكيكها وابقائها في مرحله او في مرحله ما بين الحياه والموت يشعلون نار الفتنه وحرائق وحرائق الحروب لتبقى هذه الامه رهن السيطره والهيمنه حتى ياتي يوم تجد الامه نفسها فيه لا قدر الله وجها لوجه امام تقسيم جديد لا يبقى معه عرب ولا عروبه ولا مل الازهر الشريف ولا مجلس حكماء المسلمين من التذكير الدائم والنداء المتكرر لعلماء المسلمين اولا وقبل الجميع ان يتقوا الله في شعوبهم وان يكونوا على قدر المسؤوليه امام الله تعالى وامام ضمائرهم في القيام بواجبهم في انهاء بث خطاب الفتنه والكراهيه واعاده الثقه والامل في نفوس الناس وليعلم كل منا اننا سنسال امام الله تعالى عن هذه الامه الجريحه وعن شعوبها المرهقه بالدماء والقنابل والهدم والفرار على وجوهها في الفيافي والقفار في غير ما ذنب اقترفته وفي معارك ليس لها فيها ناقه ولا جمل واسمحوا لي حضره صاحب الجلاله ان اعلن على لسان مجلس حكماء المسلمين حرص المجلس الشديد بل البالغ الشده على وحده الامه الاسلاميه والرفض القاطع لاي عمل او فكر يؤدي الى التنازع والى فشل المسلمين او يهدف الى اقصاء المسلمين عن الاسلام والابقاء على فريق بعينه ومنح لقب الاسلام لطائفه ومنعه عن طائفه اخرى وان شعار مجلس الحكماء في هذه الفتنه العمياء المضله هو شعار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حسم القضيه منذ بدايه الامر بقوله الشريف من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. وقد قال شراح هذا الحديث في هذا الحديث: أن أمور الناس محمولة على الظاهر دون الباطن، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله. حضرة صاحب الجلالة أكرر شكري لكم وأتمنى لكم ولشعبكم الكريم دوام الحكمة والتوفيق في كل أموركم. كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها واسال الله تعالى الذي جمع شمل هذا الوطن على كلمه الحق والدين وعافاه مما ابتلى به غيره ان يديم على شعبه نعمه التالف والامن والرقي والرخاء اللهم امين شكرا لكم جلاله الملك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا وبعد كلمة فضيلة شيخ الأزهر الشريف ثنى جلالته على ما ورد في كلمة فضيلته اليوم بلدكم البحرين أصبح نهجها نهج التسامح والتعايش وهذا شيء ورث من آباء وأجداد من آلاف السنين لله الحمد مجتمع متحاب نحرص على يعني وحدته وعلى اخوته مثل ما ذكرت ونحرص على أن عن التطرف وامور التطرف كما اربى جلاله الملك المفدع عن ترحيبه وسعادته بان تكون البحرين احد المراكز لمجلس حكماء المسلمين فزيارتكم وزياره الاخوه لنا هي دعم لهذا التوجه يعني هذا اللي احنا نشوفه. وان شاء الله زياراتكم تكرر. ان شاء الله. وان البحرين تكون احد المراكز الرئيسية لكم. فهذا يشرفنا. ان احنا نساهم نعم معكم نعم. يعني نعم ان تكون البحرين احد المراكز. المراكز والله فرصة. فرصة لنا ان نجتمع وياكم بين فترة واخرى. هذا وزير العدل الشؤون الاسلامية يساعدنا على هذا الشيء. ان شاء الله يتحقق هذا الامر